انا مالي، انا بسمع الكلام اللي بيتردد وماري اورشليم كلها، وكمان صاحبك برنابه اتعمد وبقى واحد منهم. انت بتقول ايه؟ برنابه تلميذ المعلم عملاقيل. تعرف لو كنت بتروج اشاعات انا هقطع لسانك. تقطع لساني؟ روح اساله وانت تتاكد بنفسك. انا حاسس يا اخ استفانوس ان فاكر جديد ظهر في حياتي. انا شايف ان وشك بيشاعر بالسعادة يا بنت. حاسس نفسي ان اكثر واحد من اعز اصدقائي. تقصد شاوي في الريف المنعطف، مش كده؟ ايوه هو. متخش هم، ربنا هينورك. الحقيقه انا نفسي كنت متردد لغايه لما شفتك وسط تلاميذ المسيح. سمعت كلام بطرس ويوحنا لهز كل كيان. ما تخافش على شاوي، انت خسرت صديق لكن كسبت المسيح. عندك حق. ايها الساده، اليوم نرحب ونحتفي باخويا وحبيبي السيد استفانوس، وهو من مجمع الليبرتيين. في محفلنا هذا نحن مجمع السكندريين، لكي دعوته ليحدثنا عن بدعة الناصري وكلام الجليليين. تفضل يا أخي. روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي المسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. على من يتكلم النبي؟ أكيد على المسيح. يا أحبائي، زكريا تكلم بصدق. النبوة التي سمعتوها اليوم لا تنطبق إلا على شخص المسيح. وأنا اليوم في محفلكم هذا أعلن أنه قد تمت هذه النبوة. تمت النبوة؟ إزاي؟ فين ومع مين؟ تمت في شخص يسوع المصري الذي أنتم صرتم مسلميه للموت، ولكن الرب يبيه أقامه من الأموات. وأنا أقول لكم إنه منذ البدء، منذ عهد الله مع إبراهيم وذبيحة إسحاق وسلم يعقوب وفي جميع النبوات، الجميع أجمع على إن إلهنا في رحمته قد أعد الدواء قبل أن تهوى ضربة الشفاء. الذي سيرضع الكل له رجاؤنا كلنا وشفاؤنا. هذا هو العهد الذي تنبأ عنه النبي من قبل. الذئب والحمل رعيان وصبي صغير يقودهما. تقصد بالكلام ده مسيح الجليليين؟ ليس مسيح الجليليين فقط، انما هو مسيح العالم اجمع. اسمعوا لي كي اتكلم. يا بني اسرائيل، يا مخالف الناموس، يا رافضي وقاتلي الرب، قد صرتم مستوجبين خطية. اخذ من لبنان، اخذ من سينا، اخذ من سينا. السلام لك يا امي. السلام لك يا بطرس، الرب معكم. الرب معنا في صلاه السلام. السلام لك يا محمد. السلام لام المخلص. الرب يحفظك. صل النبي نعمه وبركه ابني والهي تكون معكم. أيها الآب القدوس، نشكرك على تحننك على البشرية، لأنك أرسلت مسيحك ليخلصنا من أثامنا كما وعدت بفم أنبيائك القديسين. والآن نطلب إليك أن تتنازل بنعمتك وبركتك علينا، وأن تفتح قلوبنا لنرى حقك. أشرق بنورك السماوي
على القلوب والنفوس حتى نكون مستعدين للقائك في يوم ظهورك على السحاب. آمين. آمين. يا سيدي، يا ريت تقول لنا ازاي نلاقي خلاصنا في المسيح يسوع، وايه اللي نقدر نعمله عشان نكون اخوه معه. توبوا عن اثامكم لتغفر خطاياكم، وتاتي اوقات الفرج من عند الرب. اطرحوا عن قلوبكم وضمائركم اثقال الذهب والفضه، اتركوا خطاياكم وممتلكاتكم على العتبه قبل ان تدخلوا من باب مراحم الله كي تربحوا ملكوته. انا عندي بيت وحقل بعتوه، واديني بحط ثمنها تحت اجركم. ما تقولش بيتي ولا فضتي، عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. محدش فينا هياخد معاه ذهب ولا فضه ولا اي اموال ولا اي ممتلكات في القبر. قول من يدك اعطيناك. انا ملكش بيت ولا مال، لكن بحط قوتي وجسدي في خدمتك وخدمه اخواتي. ما تقولش يا ابني قوتي وجسدي، لانك ما تقدرش ابدا تحفظ جسدك وقوتك. ربنا ادهالك لحكمه علشان تكمل رحلتك ويتمجد اسمه القدوس. ودلوقتي وبعد ما بقيتوا اعضاء في اسره الملكوت، ما بقاش فاضل غير حاجه واحده، انكم تقبلوا سر المعموديه زي ما قال لنا السيد المسيح: عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. تفضلوا. رفضنا البار القدوس واسلمناه للموت، ولكنه قام من الاموات محطما اهوال الهاويه. مين اللي بتقصده ده؟ اقصد الابن الوحيد الذي للاب، الذي قدم لنا بموته وبره الخلاص الكامل لغفران خطايانا، كما تنبأ عنه الانبياء: هذا هو يسوع المسيح الناصري، الملك العظيم ورجاء كل الامم والشعوب. المعلق على خشبة العرض يظهر انك انت تأثرت بدعوة الجليليين. المسيح اتعلق على خشبة العرض وتحمل الهوان ليرفع عنا كل خطايانا، كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة لم يفتح فاه. لصخر الشفاء الكاذب ولوصمة الآب تام التقدير، انت بتتكلم بلسان الشيطان. من هو الذي تدعوه انه ابن الله؟ هو رجل مجدف ومطلوب. لا يا اخي، اللي انت بتقول عليه ده البار القدوس الذي لا يستطيع احد ان يبكته على خطيه. وعموما اسمح لي اقول لكم حاجه، الضربات التسعه التي مرت على فرعون الى ماذا كانت تشير؟ كانت تشير الى جهل الانسان ومحاولته تخليص نفسه من عبوديه ابليس. اما الضربه العاشره فلم ينجو منها الا من احتمى بالدم، لأنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. وليكن معلوما لكم جميعا أنه بدون سفك دم يسوع المسيح فوق خشبة الصليب ما كان تم صلح بيننا وبين الله الآب. لكن أخ الصفانوس، موسى كان بيتكلم عن خروف الفصح مش عن المسيح. ألم تكن قلوبنا تتطلع على مر العصور إلى مجيء مشتهى الأجيال المخلص؟ والآن قد جاء ولم نعرفه. صدقوني يا إخوة.